حين ودخل العيادة تعال يا سعادة شوفي عمال يقول سيدنا الحسين نادى بأسمى بني عيان عيان يا سيدنا الحسين ودخل العيادة تعال يا سعادة شوفي عمال يقول نادى بأسمى باري قالوا طلب من الإدارة يجي للنبي حكي أنادي على الدير يا ليلة ولا نادي على اللي فيه أنادي عليك يا إلهي خلق الخلق ومكفي حصاصب والورد دي فتح فتح لرسول الله أول كلام بن قالوا الحصاصب الورد دي فتح فتح لرسول الله الحصى سبح في يدي والجيزة حمدي الحصى سبح في يدي والجيزة حمدي والمية نبعتني أحمد يا نور العين الجو